مينا ثابت، عضو الهيئة التأسيسية للتحالف المصري للأقليات. علي صوتك معلش. احنا النهارده التحالف المصري للأقليات دعا إلى حفلة إفطار داخل المعبد اليهودي في شارع عدلي في مصر، واحنا دي يمكن ده الحدث الأول من نوعه يمكن في تاريخ مصر وفي الشرق الأوسط، إن المعبد اليهودي يستقبل حفل إفطار جماعي لكل الأقليات. يعني النهارده موجودين بهائيين، موجودين نوبة، موجودين أمازيغ، موجودين مسيحيين، موجودين مسلمين، كل ده تحت سقف واحد، تحت مكان واحد وجوه المعبد اليهودي في مصر. احنا اختيارنا للمعبد كان لإيصال رسالة إن من أكثر الأقليات المصرية اللي تعرضت لظلم وتعرضت لخطابات كراهية متوارثة عبر عقود كانوا اليهود في مصر. وعايزين نفرق ما بين اليهود وما بين الكيان الصهيوني، يعني الكيان الصهيوني بيفعل اشياء ضد الانسانيه اساسا، مش مجرد بس ان هو يعني، لكن الديانه اليهوديه حاجه تانية. يعني اليهود في اي مكان في العالم يعني حاجه، والكيان الصهيوني حاجه تانية. كمان رئيسه الطائفه اليهوديه في مصر يمكن الجميع يعلم ذلك، هي بنت المناضل شحاته هارون، هو حد له تاريخه النضالي في مصر. فاحنا النهارده بنوصل رساله لمصر كلها، احنا نستطيع ان نعيش تحت سقف واحد. كمان بنقول ان الجميع في مصر، الجميع الان يجلسون على طاوله واحده، ودي رساله تسامح وقبول التنوع والتعدديه، محبه لكل المصريين. احنا النهارده بنتمنى ان احنا نعبر بمصر الفتره اللي جايه بسلام وبامان، ونستطيع ان نعيش. احنا النهارده بنقول ان احنا نستطيع ان نعيش تحت سقف واحد بدون اي دعاوي للكراهيه او اي دعاوي لنبذ الاخر او اي دعاوي تمييزيه.